إلا ما كناش مظلومين ماشي نتشردو ولا المنفى، تنطالب أنا على نفسي بالوقت وهو الدفن حي. مشات حياتنا حنا تنشوفو راسنا ضعنا 20 عام، ضاعت من حياتك ودمرتي لا نفسانيا ولا دمرتي وليداتك ودمرتي عائلتك. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة من داخل معتصم تعاونية كوباك المعروفة بالجودة. ننقل لكم هذه الحلقة. عمال يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وصل إلى مستوى 30 يوما. قبل ما نمشيو لهذا الإضراب عن الطعام ونسمعوا تصريحات ديال الإخوان ولماذا يخوضون هذا الإضراب عن الطعام ونسلط الضوء على هذه القضية، هادو عمال شحال دابا السي بوشعيب ياك؟ بوشعيب السي بوشعيب دابا شحال هادو تدير إضراب عن الطعام؟ 30 يوما. 30 نهار؟ 30 يوم. ما واكلش غير أكلت تشرب الماء؟ الماء والسكر. ما عرفتيش راسك شحال فقدتي دابا؟ حالا لا ما عرفتيش راسك الوزن، كنتي ما عرفتيش الوزن دابا؟ ما عرفتش. ما كيزورك حتى شي طبيب هنا ولا شي واحد؟ ما عمر شفنا شي. ما كيقع بالك حط طونسيو؟ ما عمر. في يد الله دابا انت؟ في يد الله. ما كيزار لكم حتى شي طبيب ديال شي مجلس حقوق الانسان؟ لا حتى شي طبيب حتى شي واحد. حنا هنايا 30 يوم ما كاينش اللي يدق عليك الباب ولا عارفك واش باقي ولا ميت. 30 يوم. 30 يوم دروك وحنا هنايا في هذا الاضراب هذا مفتوح كنموتوا عرق بعرق على حقنا. حق واخ انا غنرجع عندك لحقنا. سي عبد الكبير ياك انت تضرب على الطعام شحال دابا النهار؟ 30 يوم. بحالك بحالو بديتو في الناس دا انت ما شافك حد بحالك بحالو ما دخلها ما طبيب لا ولا فرملي ولا الناس ديال الجامعه هما اللي واقفين جنبنا. واحد الزياره من الناس ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان والناس الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي. الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي هادو اللي كيشوفوكم؟ هادو هما الناس اللي معانا هذه الساعه، من غيرهم ما كاين حتى شي واحد. والله تعالى وربي الله تعالى هو اللي سي الاخ كريم الاسم نور الدين. سي نور الدين انت وقيل عاد ديتي الاضراب اليوم الرابع؟ ديتي في اليوم الرابع. دابا نتوما 3 اللي داير الاضراب، الاخ الاخر وقال ما دايرش. اذا دابا نتوما 3، انت اليوم الرابع و30 يوم و30 يوم. 100 في مطلبي واحد. 100 في مطلبي واحد. بحال بحال. شنو هو اللي كطلبوا؟ شنو هو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا بسيطه جدا. حنا تعرضنا لاستفزازات، حنا تبدلوا لنا المناصب ديال الشغل ياك. كانت عندنا ملي كتبدل المنصب ديال الشغل كتقاس في الاجر ديالك. كنا كنتقداو واحد الاجر، هذاك الاجر تقاس ب 40 حتى ل 50%. عاود لي الفكره. الفكره هو انني كنت انا مثلا بريفوندور خدام في سيكتور كنشد كاسالير في الشهر 8000 درهم. ما كاينش ما عندوش مبررات ومستعد نواجه اي واحد لانني كنت كومبيتون في العمل ديالي وعندي اثباتات. الا غنهضروا بلغه الارقام كاين لوبجيكتيف اللي كان معطي لنا 24000 درهم وانت جايب كوموند ديال 26000 درهم. هذه لغه الارقام. وبقى عندي انا الان مسدله ومسطره وتعرضنا لاستفزازات. بدلوك من المنصب ديالك لمنصب اخر، من بريفوندور بعد 20 عام ديال العمل كتولي من بريفوندور كتولي الايد ليفرور. كيمشي لك الصالير كيولي لك 5000 درهم 4000. شحال كان عندك الصالير في الاول؟ 8000 درهم. شحال حولوا لك دابا؟ شحال ولا؟ ولات 5500. وعلاش داروا لك هكا؟ هذا هو السؤال. هذا هو نواد ولمان باش تمشي بحالك؟ اه. والساعة اللي كتمشي عند المسؤول باش شحال ضربتي في الخدمة؟ شحال عندك في الخدمة؟ 20 عام ديال الخدمة دابا كملت 20 19 عام من 2005. وانت خدام معاه؟ وانا خدام معاه. اها. الا رجعتي لحالتي كي كنت في 2005 وكي كانت كوباك، شوف كوباك فين وصلت وشوف انا فين وصلت. على هاد الانسان. عندك وليدات؟ عندي جوج ديال الوليدات. جوج ديال الاولاد؟ جوج ديال الاولاد. وعندي الاول عنده النفقه ديال مطلق. اه دابا مطلق انت؟ مطلق. وعندي الزواج الثاني. مزوج دابا مره اخرى؟ مزوج وعندي ولد. اه كتنفق على ولد؟ عندك نفقه ديالو؟ نفقه ديال الولد. والمرة الثانية عندك مع الولاد؟ الثانية عندي مع ولد. وإذا ما عيطتيش في عيد الأضحى؟ ما يمكنش. أنت ما لقيتش القوت اليومي ديالك، أنت مدة 10 لا كنبغي نعرف زعما 10 شهور إلى يومنا هذا 10 شهور دابا ما كتقاطعش حتى درهم، يعني القوت اليومي ديالك حنا متشردين. حنا ولادنا
لانني متبوع بطريقه متبوع بنفقه ديال الولد. كريت داري وديت ولادي هزيتهم سكنتهم عند اختي باش يمكن ليهم اي هي توكلهم، اما انا ما عنديش ما نوكلهم. انا دخلت في اعتصام مده ديال 9 شهور دروك. فين دوزوا مع عيد الاضحى دابا الاولاد مع اختك؟ دوزوا مع اختي العام الثاني هذا ما تنعيدوش. انا ثاني عيد ما لا مزيان هاد النقطات كتهمنا حنايا. العيد هو هو كسنة. لا لا حنا القوت اليومي، القوت اليومي ما لقيناهش. نهضروا على القوت اليومي. دابا انا كنشوف هذا البلاغ الحكومي انت دابا شنو قرينا قبيله؟ التماسك ونشكر وقد و شوف شحال الهضره. هو مغربي ما معيتش العيد الثاني واسره وشوف المشاكل. هادشي اللي كنقول قرب لنا هاد المعطيات واخا تبان لك صغيره مزيانه الراي العام. كنا خدامين بواحد الصالير وبدلونا من لي بوست ديالنا ولينا كنتوشوا بواحد الصالير اخر. انت نهار دخلتي على ذاك الكريدي دخلتي كنتي ب 8000 درهم دخلتي في 2010 دخلت على الكريدي خديته على 6500 درهم باش لابونك تقدر تعطيني ذاك الصالير ذاك الكريدي باش تخلي لي باش نعيش، لان الطريقه عندي فيها 2768 درهم بالضبط. وعندي نفقه ديال الولد 750 درهم بين هذاك يعني في المجمل غدا 4000 درهم، وانت وليتي كتقاضى الاجر ديال 5000 درهم. واش يمكن في ظل هذا الغلاء ديال هذه المعيشه هذه انك تقدر تعيش عائله ب 1500 درهم؟ اي واحد. وعندي ولد ازماتيك اللي هما بجوج وهذا ازماتيك يعني ديما خصو الدواء ديما حاله مزريه. حاله مزريه مزريه. دابا غير نكمل معاك سي وشحيب. دابا غير المغاربه هاد الشركه ما احترامنا ليها وكنتمنى صادق على ان هاد الشركه يعني حتى هي نسمعوا روايتها باش ما تسمحنا لا ننتصر واخا لا لهاد الروايه ولا روايه اخرى. اخي باش نقول الراي العام زعما باش يعرفوا واحد القضيه. دابا هاد الشركه انا بعض المرات ما كنفهمش هاد السيد هذا صاحب هذه الشركه، وتحيه للمعلمين من هاد المناسبه رجال التعليم احييهم عليا. يعني كان رجل تعليم، رجل تعليم كنعرفوا الاجر ديالو، فاصبح مالكا لهذه السلسله ديال هذه التعاونيه. كيصاوبوا لافاش سميتو الكاشير، كي عند ودير حتى الفوارم كيصاوب هذا الشيء ديال عصير الليمون، كيصاوب الحليب بكل مشتقاته دانون وكذا. وسمعنا عنده عيتوسع على صعيد حتى نيجيريا، عنده مصنع ما عرفت قداش قال لك في تارودانت واحد في القصر والله يزيدوا. ماشي هذا هو المهم. وكاين شي 11000 عامل سمعتي ياك؟ شي 11000 عامل اللي كاين 11000 عامل تبارك الله، ورقم معاملات خيالي. على الزعماء بحالكم دابا نتوما هاد المأساة الإنسانية مفروض دابا السيد، خصوصا السيد كنقولوا جاي من واحد التربة عطرة وتربة يعني زكية اللي هي تربة التعليم، يعني مفروض يكون قريب لكم ويحن منكم وتبارك الله الخميرة فايضة والخير موجود. علاش هاد التعنج معكم في نظركم وفق الرواية ديالكم؟ وحسب الرواية ديالنا هو أنه واش المشكل فيه ولا في محيطه؟ المشكل في المحيط ديالو باش نكونوا صادقين. ماشي في مرشي كان معكم مزيان هو مرشي مزيان، راه المحيط اللي كاين. لان حنا باش بدل شي مدير عام ولا بدل شي مدراء دوزنا اربعه ديال اللي شاف، حتى جا هذا الشاف هذا هو اللي حطنا في هذا المأزق هذا. الشاف على الصعيد الوطني ولا هنا؟ كانت الحمد لله كانت حنا كيف كنا تنقولوا حنا ولاد التعاونيه. كنا تنقولوا حنا ولاد تاني. هي تتكبر وحنا تنكبروا معاها. الا انه ملي جا هذا الشاف هذا ضرب كل شيء بعرض الحائط. انت كنت تتكبر كنت تتكبر معاه، لان بدينا معاهم بصالير ديال كونترا على نابيك. وحنا هي غدا تتكبر وحنا تنكبروا الحمد لله، وهذا بالمجهود ديالنا وبجهد المضاعفات ديالنا. لانك ما كناش كنخدموا 8 سوايع، كنا كنخدموا 16 ساعه 18 ساعه. كنا كنحسبوا بان تنخدمين في تعاونيه اللي هي ديالنا. هذا هو النفسيه وهذه باش كنا غاديين. وحتى المسؤولين اللي كانوا تيجيو عندنا في السنوات الماضيه هذا هو الحوار ديالهم، حنا ولاد التعاونيه وغادي نكبروا. حنا كنا تنكبروا الا في ان كاين عب وحده ياك هو داك الشخص، ما كاينش شركاء معاه هو ديالو عب وحده داك. ما نقدرش نجزم ولا نحكم في هذه النقطه هذه، حيت كان البعض كيقول شي مسؤول حكومي هو عنده شي اسهم ولا يهضر خاوي وقيله. ما نقدرش نأيد ولا نفض العرض، ما عنديش حلام. كانت الامور غدا مزيانه حتى الله جا هذا الشاف هذا الاخر. جا هذا الشاف هذا هو اللي بدلنا لي بوست ديالنا، هو اللي طيحنا في هذه الماساه، هو اللي سببنا في هذا التشرد. ولكن كنسمعت انا تاريخيا كاينه محاربه العمل النقابي تحارف 2009 2012 2016 2021 ولا 22 دائما. حنا اللي بغيت الراي العام يعرف. لا لا بغيت تقرب لينا المغاربه. علاش هذا العمل النقابي رغم انه حق دستوري، علاش في وسط هذا التعاون ممنوع دير العمل النقابي؟ علاش؟ وهذه تتبقى سياسه ديال التعاونيه. حنا ما التجانا للعمل النقابي حتى اضطهدنا.
انا راني في هذا الموقف هذا عام وصرف، ملي كتمشي ما يزيد على العام، ومني كتمشي عند هذا المسؤول اللي كاين في الوكاله ما كاينش الحوار، ما كاينش تجاوب، تتمشي كاين اسلوب ديال القمع. ومني كتمشي عند داك السيد لافيكتاسيون تيقول لك طلع عنده عجبك خدم ما عجبكش ندير لك ابوندمون دو بوست. انت ملي كتسمع ابوندمون دو بوست وعندك وليدات وعندك مسؤوليه، بقيتي صابر صابر، والملجأ الوحيد والمتنفس الوحيد باش يمكن لك تدافع على حقوق وترجع ديك الكرامه ديالك وداك الشيء اللي كنتي تتقاضى، هو انك دير مكتب نقابي. اين فو درنا مكتب نقابي اصطدمنا بهذا. فين درتوه؟ هنا في الرباط. هنا في الرباط. شحال العمر ديالو؟ شحال عاش المكتب النقابي؟ من شهر خمسة. حيت انا عندي واحد المعطى ما عرفتش صحيح ولا لا، قال لك هي هاد التعاونيه في المغرب كامل مباشره كيدار المكتب دغيا كيتم الاجهاض ديالو، يعني المحاربه ديالو. وراه شحال بقيتو مكتب نقابي؟ مباشره من بعد في شهر خمسة تاسس المكتب النقابي، جات في شهر ستة جات التنقيلات لجوج ديال الناس. كنا تندافعوا على جوج ديال الناس وخرجنا في اعتصام على جوج ديال الناس، ولينا فحنا في 10 في التشرد. دابا 10 اللي حابسين 12 لواحد كاين دابا انتم اربعه هذا ياك، وفي المعتصم اللي هي كاينين كاين في المعتصم خمسه في الوكاله كاينه في سلايا ياك؟ لا كاينه في سلايا في حي مولاي اسماعيل. حي مولاي اسماعيل في سلايا شارع الزربيه. غير باش نقربوا للناس، هاد الوكاله ديال هاد التعاونيه دابا ديال جوده، الوكاله كاينه في سلايا، وكاين واحد الثمانيه من هاد العمال حتى هما نفس المصير تم الطرد ديالهم، وراهم معتصمين دابا قدام الوكاله، ولكن اللي واخذ اضراب عن الطعام هما هاد الاخوان. تفضل سي مشاي. بالنسبه كيف قلت لك، حنا ماشي جينا وخدينا هاد المبادره، لهذه المبادره اننا ناخذ العمل النقابي، راه ما التجانا للعمل النقابي حتى اننا تعرضنا للضغوطات والاستفزازات. انت وليتي خدام 16 ساعه وما لاقيش باش تعيش ولادك. كتخدموا 16 ساعه؟ 16 ساعة 12 ساعة ما كاينش واحد محدود، انت على حساب السيكتور، كتبدا في 5 ونص ديال الصباح ما كتجيب 7 ديال العشية كل نهار، كيف خلاو حنا المغاربة كل نهار ورزقوا، وقت ما شالي السيكتور تدخل. ولكن اللي هي 8 السوايع اللي هي منصوص عليها، حنا تنخدموا كثار من 8 السوايع 12 16 ساعة. هذا ما كانش عندنا إشكال، ما كانش عندنا مشكل، لأن حنا كنا غادي تنكبروا معها، هذه تضحية، لأن إلا كبرت التعاونية بظل المجهود ديال فحالنا وديال كاع الناس، لان انا النهار التحقت بهذه التعاونيه هذه ماشي شي التعاونيه نهضر شخصيا، لان شي تعاملنا كاملين عندي نيفو 3 اني ديال ليكونومي، ودخلت عندها بخمس سنين ديال ليكسبيريونس، يعني من النهار الاول وانا غونطابل لهذه التعاونيه هذه حشومه من بعد 20 عام، وكنت اسف ليه بزاف. عم تجش راسك عيب شويه عليك. من بعد ما كبرنا ودرنا وليدات عاد لقينا هاد المعاناه، حشومه على هاد الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. الا قالوا بالمناسبه اخوتي والحكم باش يحكم كيتصنت للطرفين، وانا مستعد نواجه اي واحد لانني كنت كومبيتون لواحد الدرجه يشاد بها في العمل ديالي. تحقرتي دابا ياك حسيت؟ ماشي تحقرتي، حنا داكشي اللي بغاو دوك الناس حنا ما بغيناش ندير، ماشي الحقره، شي حاجه اللي فوق الحقره. اجي انا في راسي وزير الفلاحه صديقي، كنظن كان قال للكاتب العام ديالو يتحل هذا المشكل. هذا الاضراب هذا انا جايك لهذه النقطه هذه ملي جبتيها نطرق ليها دروك، غاتسمحوا لي لانه بارك عليك عبد الشافي، خلينا نهضر شويه مع لا بزاف عليك. شوف عرفتي راه كيفاش داير انت دابا ولا؟ يا خويا الله يجعل ربي يكون معك فهاد خوتي المغاربه، خاصكم تعرفوا دابا واحد مع احترامي للاخوان وعادي حنا دوزنا الريحه اللي كتخرج دابا من في هذا البيت، لان الانسان كيدير اضراب عن الطعام الكرش كتخرج منه واحد الريحه من مع زعما مساكن راه باص جاو ليهم، راه والله ما يقدرش واحد يجلس دابا هنا، واحد الريحه مساكن كتخرج من الكرش ديالهم. يا ربي يدير شي تاويل ديال الخير. عبد الكبير انت ما عيطتيش ياك؟ ها عندك وليداتك؟ جوج وليدات ومساكن مشرى ولا حولي لا والو ياك؟ ها؟ وكاري ولاد ويرتك؟ ما كاريش راه قالت لي مع والديها مع الزوجة ديالك دابا جالسة مع والديها بولادك؟ شحال هذه المدة وما هذا الوضع بحال هكا؟ نهار وقال عام تقريبا عام وهي مع والديها. وقبل ما تمشي الوضع كنتي كاري ولا شاري ولا شنو؟ كنتي كاري؟ لا حنا كنا عايشين معاهم من الأول، عايش مع والديك؟ عايشين معاهم غير وكان دابا ما بقى ما صرف علينا. دابا عام والوضع بحال هكا. عام وحنا دايرين الاعتصام. كنسى الاسم الكريم. نور الدين. سي نور الدين، انت ما عييتيش؟ انا عييت بشي. انت عاد جيتي درتي الاضراب هاد الاربع ايام هادي؟ الاربع ايام
ودابا ولكن هي فوا غير مشيت وجيت كيعيط هذاك النهار الغدا جيت علاش ما حلاش العيد كتشوف الاخوان ديالك في هذه الحاله دونك ان فوا تتعيدوا صافي راه كلشي كيتسد لك صافي خليت سمعت في كلشي جيت عندهم سمعت في كلشي خليت مول الدار ما درت معاهم حتى حاجه مشيت تنجري منهم علاش لان هم تيهمنا هذا المشكل تيهمنا كاملين وصراحة ما كنشد الإخوان وتشكر هاد تشكر سي حميد على هاد على هاد المبادرة المبادرة لا مرحبا واجب علينا كنشكرك وبالنسبة لي أنا نعطيك واحد نقطة على حسابي أنايا أنا أولا دخلت شوية دخلت نخدم معاهم دخلت نخدم معاهم في 2007 تعطوني ندخل للشومبر فروا اللي تقريبا الدرجه ديالو 6 تحت الصفر باش كنخرج واحد 40 صندوق 50 صندوق ديال البرودوي باش كيمشي كيمشي للسيكتورات تنقول لهم انا راه شنو راه ما قادش تيقول لك هذه الخدمه اللي كاين بقيت هكاك حتى تهزهم تتصاوب تنهزهم وتنخرجهم نهزهم بيدي وتنخرجهم من برا من الشومبر فروا شحال يكون فيه كل هذا الصندوق فيه تقريبا 20 كيلو البروده البروده 6 تحت صفر شحال كتعطيك في الصالير؟ تعطوني في الصالير 5000 درهم اها تصورت تربى في السياتيك دابا رجليا من هنا هاد الركبه لتحت غير قرب شويه الميكرو عافاك وهضر رجليا من هنا لتحت دابا الدم عندي تكواغولا الله 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 وعندي اوراق تثبت ذلك الدم عندي تكواغولا ما بقيتش قادر نخدم شنو دار لي المسؤول؟ قال لي جبت له مشيت دوزت انا مشيت دوزت عند الطبيب جبت له الشهاده كتنص بانني ما قادش عطيتها له شهاده طبيه قال لي ما عندي ما غندير لك شويه مشيت عند الدكتور قلت له راه ما بغاش قال لي عرفتي اش عاد الدكتور عطاني الشهاده ديال شونجمون دو بوست داك شونجمون دو بوست ما عطيته لي ما عطاني واحد شهرين مع واحد السيد نخدم معاه داك السيد تيدي داك لو اش تي كبير تيديها مهمه ما معهاش البروده بزاف خدمت شهرين ولا حبسني قال لي ارجع الشومبر فروا رجع رجع تخدم في لي سيكتور فيهم تعرف سيكتور تتكون فيه الكاميو فيه في فريغو تقول لي رجع الفريغو داك الفريغو تنطلع ليه تصوروا لي تنعاورت بالشيفور يطلعوا يسابوا لي لا كوموند فوق على حساب رجلي كتحرقني وكنزل انا لتحت بما تصاوبت لا كوموند وكنولي نطلع ونزل لدرجه بحال لقيت انا واحد متنفس بالنسبه لهذا هذه لقيت متنفس لي انا باش شويه ارتحت على حساب رجلي دابا صراحه انا وليت نقدر نقول لك انا عندي واحد رجل باراليزي صافي مشات لي رجل اها مشات لي رجل بحكم هاد الضغوطات النفسيه وهاد الشيء اللي داروا معايا هما لداخل في, 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 في الخدمه انا تزيرت عندي اربعه الوليدات اربعه ما قدرتش نسمح فيهم تندافع زعما نافر المجهود باش زعما نصور ديك الطرف ديال الخبز الور بقيت معاه هكاك في الاخر صافي لقيت انا ملي تقهرنا الاخوان تقهروا الناس اللي هادو كاملين شنو قلنا داروا مكتب نقابي انضميت ليه كمتنفس للصحه ديالي باش وبالفعل عاد شي شويه ارتحت ملي كتمشي عندهم وما كتمشي عندهم تيقول لك هذه الخدمه كوباك ما كتعرفش مريض تتعرف خدم ولا الله يعاون عليك خدم ولا سير بحالاتك مريض لا مريض لا ما كتعرفش اجي السين ما كتعرفش هذاك سميتو له عطيتهم ذاك شونجمون دو بوست قال لك هذا اش غنديروا لك انا ما عنديش شويه قال لك سير عطيه واحد شي ايام ما تيخدم شي شويه خدمت هذه منا ملي رجع غوت عليا هو شاف داجونس طلعني لاصال ديال لي ريونيون طلعني الفوق قال لي عرفتي اش غدير من غدا الشيفور راه ما بغاش يخدم ما غدا سير السيكتورات هذوك السيكتورات فيهم الفريغوات فيهم البرد فيه البرد بمعنى الكلمه ما لقيت ما ندير مشيت بقيت تنخدم حتى لدرجه وليت وقفت ما قديتش نزيد نخدم الصباح ما كنجي للخدمه هي انا مضطر لانني ما عندي ما نوكل الدراري مضطر نخدم ملي كنمشي للخدمه ما كنلقاش نبقى نعوض بالاخوان يصاوبوا لي لا كوموند كنت انا كنصاوب لا كوموند فوق في الكامي في الفريغو كنعاورت بالشيفور هذه ملي طلعوا صابوا لي لا كوموند بين ما شويه كيسخن الحال شي شويه ذاك الوحده ولا هذه من عاد شي شويه كنطلع وغادا هكاك شويه ولاو الدراري يقولوا للشاف باللي السيد راه ما تيخدمش بقى يقول لي ما عندي ما ندير لك صافي هذه هي الخدمه اللي كاينه في كوباك ما عندي ما ندير بقى بحال بغا يتخلص منك تخلص مني نيشان قال لي صافي ما عندي خدم والله الله يعاون عليك انا بقى هكا خدم والله الله يعاون ما عندي ما ندير لك انا قلت شنو غندير اصبر حتى ذاك الصبر ما بقيتش قادر نصبر راه قلت لك لقيت متنفس هذه النقابه وتشكر الاخوان نيت اللي ضامن واخا مفتي الشغل ما شفتوش مفتي الشغل مشيت عدو انا شخصيا واحد المره مشيت عدو لهنا الحي السلام من مفتي الشغل وطلعت صراحه انا تفاجئت
لذلك الحوار اللي تحاور معي مفتي شغل، تصور واحد الجملة، واحد الجملة قال لي واش عدير تب النقابة، هذا مفتي الشغل اش غدير بهذا النقابة، حد الراسك وسير خدم، الناس ما لقاوش خدمة. في الأخير قال لي شوف احنا المشكل ديالكم ما بقاش عندنا، احنا أنا ما بقاش عندنا فين ندخلوا فيه، كان هنايا في المحلي دابا مشى للوطني، ولا ذاك المصادك ديال ذاك البحث والمصالحة في الوطني، قال لي سير للرباط سير لتما كاين. لا هاد الفكرة ديال الوزير ديال الفلاحة، قال الكاتب العام يحل هذا المشكل. اي قال الكاتب العام يحل هذا المشكل، قال لي يحل هذا المشكل، وهو النيت كلفو وفي الاخير دائما ما حلوش المشكل، حلوش المشكل القضاء ما مشيتولوش. انا نجي عندك واخا القضاء ما مشيتوش. لا القضاء ما درتوش شكايه في القضاء. لا ما درناش شكايه. واخا نشوف السي بوشعيب قال لك عنده شي نقطه في هذا، تفضل السي بوشعيب. بالنسبه للتدخل في هذه النقطه هذه احنا نحسك هذا باش ما تعذبش، هذا اضراب على الطعام اللي خلينا هذا الخراب اللي احنا، هذا ثالث اضراب على الطعام. كنا خدينا الاضراب على الطعام طول مده 5 ايام وتفاهما منا وحسن ابتداء من حسن النيه ديالنا بطلب من السلطات نزلنا على الاضراب الاول، فكينا الاضراب على الطعام. والمره الثانيه كذلك كانت مناشدات من الاخوان ديال الجمعيه ديال الحقوقيين والجمعيه الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، كانت مناشدات وقفنا الاضراب على الطعام. وهذا الاضراب هذا خديناه لانه كانت عندنا وعود، حنا عينا، حنا متشردين، حنا وليداتنا، حنا بغينا يترفع عنا على هذا الحصار، حنا بغينا حلول. هاد الناس كانوا تعطيونا غير وعود، اليوم غدا اليوم غدا خلال ذاك الاجتماع اللي كان دار السيد الوزير في شهر جوج مع الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، ان بلسان هذا انه التزم في محضر بانه غتحل لنا المشكله ديالنا، هذا هو المواطن اللي تعطانا. ففي ضوء هذا الالتزام اللي سينا في المحضر اللي سينا الوزير يتحل لنا المشكل من شهر جوج حتى لشهر 7 دابا 6 ياك، عاد دخلنا في اضراب لانه ما شفناش شي حاجه. هو المحضر تسينا في شهر جوج وحنا في شهر 5 3 شهور وحنا في انتظار. تاخذنا اننا القرار اللي خدينا اننا ناخذوا اضراب مفتوح عن الطعام لا رجعه فيه، كيف خرج في البيان، صدرنا البيان ديالنا في هذا المجال هذا، اضراب مفتوح عن الطعام الى تلبيه المطالب. علاش ما تديروش الشكايه للقضاء؟ هذا ملف هو اجتماعي، الا مشينا للقضاء حنا ما عندناش باش نعيشوا باش حتى باش نتقاضوا.